حبايبي عاملين، يا رب تكونوا بخير. النهارده كده عند ام عبد الله، احنا اول سوق بعد العيد. كل سنه وانتم طيبين. في ناس فرشه وناس ما فرشتش، بس بصراحه كانت جايبه بقى تشكيله جبرات ورد اللي بتلزق بقى على العبايات السوداء، ممكن تحطيها على سدال ساده. هنشوفها مع بعض. دي حتت سواري بقى، الحته بخمسه، حته بعشره، حته بعشرين، مش كله، فيها حتت كبيره وحتت صغيره. وفي الحتت الكبيره المتر بتاعها ب70 جنيه. وهنشوف مع بعض كده بقيه التشكيله. انت كل ما بتقلبي كل ما بتلاقي حاجات ايه مختلفه. ايه تعملي منكم، منه صدر من قدام، صدر ورا وقدام، وكمام، ايه زي ما تشكليها. كان عندها تشكيله حلوه زي ما انتم شايفين كده. وهنكمل مع بعض كده بقيه الفيديو، وهنشوف التشكيله الموجوده عندها. الجبرات كان جايبه شويه جبرات حلوه قوي، ايه ورد صغير، كانت فيه حاجات بخمسه، حاجات ب7.5، ايه مش كله، كل حاجه ولها ايه سعرها. وهنشوف مع بعض كده التشكيله، ما شاء الله تحفه، عندها شويه شغل حلوه قوي النهارده. واحده بجنيه. واحده بجنيه دي، ده بتحط على العلبات السوداء. دي 2 ب15. دي الاتنين ب15. بس انا ما ترميش حاجه، ده مش هيعطوا منها. ده الاتنين ب15. حلو قوي. كذا لون منها. الاتنين ب15، الواحده ب7.5. وفي الصغير بتاعها ده كله عبايات سودا صح؟ لا مش شغال، فساتين اطفال، عبايات، كل حاجه. حلوه قوي دي كمان، كوكتيل كذا حاجه. دي جميله. دي بكام؟ دي بخمسه. خمسه دي بصوتي. دي ب7.5 اللي في ايدك. دي اشكال تانية صح؟ دي بخمسة. دي بخمسة؟ يعني فيها كده شكل. ما شاء الله، في شوية اشكال حلوة. حلوة اوي دي. في ورد بخمسة، ورد اسود. في ورد تاني؟ ورد اسود. الورد ده بكام؟ ده بكام؟ قول واحدة بنص، مش مشكلة. واحدة بنص؟ خليها عليك انت. ايوه. العيب بس. ده كله خياطة صح؟ اه شايفين دي رسومات اهي، واللي زي دي ب5 جنيه. دي كمان ب5. اللي هي الكبيرة وهي الصغيرة ب5 وب7.5. دي ب7.5 صح؟ حلوة اوي دي. يلا خلاص، كنت عايزاك تشوف دول اللي بنصور عليهم مع بعض. فين يعني؟ اللي المعلمة اللي بتحط كده اهو، مش في حتة كبيرة هنا. شايفين الحتت دي؟ دي كلفة دي؟ وهي كان عاملينها كيس. دي كلفة اهي، عايزة اتغسل. اللي زي دي بكام يا عبد الله؟ دي ب7.5. دي ب7.5. تعمليها عباية ايه يا عبد الله؟ عباية عادية كده. 7.5. حلوة. بس اللي فيها ده هيطلع؟ انا قلت له حاجة تانية. دي بكام؟ دي خدها انت اللي قلت لي، حطي لي حتة عليه. 30. دي ب7.5 صح؟ هو كله قبل ما مفيش الوان مثلا ابيض ولا حاجه، يعني هو كله ده؟ دي ب5. ما هو المشكله ان هم بيبقوا ابيض. ولكن اللي زي دي بكام يا عبد الله؟ ما عنديش ابيض والله. ها؟ ايه؟ عبد الله دي بكام؟ طب جبتوش بالكيلو، جبت شرب من حد كميه. دي بكام؟ متر كام ده؟ ده بكام؟ ده ب5. ده ب5؟ انت شوفيهم. دي حتت سواري، الحته يعني من اول 5 جنيه لحد 20، انها دي الحتت دي صغيره. ممكن بقى تشكليها بقى زي ما انت عاوزه، تحطي على الكم، على الصدر. في ناس بتعملها مكرميات، يعني تشغليها زي ما انت عاوزه كده. في حتت كبيره وفي حتت صغيره، شايفينها اهي، دي حتت صغيره. حلو. دي بكام يا عبد الله؟ دي عامله كام؟ دي ب5. الحته دي ب5 جنيه. والله العظيم انا الحته دي اهي، حلوه قوي اللول اللي فيها. حتى لو مش هتاخدها تاخدي استغلي اللول اللي فيها، ده حلو قوي. شايفين الحاجات دي؟ والله ما ما شاء الله. شايفين الشكل بتاعها اسود. اسود فرمودي. ده كحلي، حلو قوي الكحلي دي. ده الاسود. لان ده
شايفين الاسود ده؟ ده كمان دي بخمسة. دي كلها حتت صغيرة. حتت صغيرة. ده كمان شايفينها دي؟ اهي. انتوا شايفين ده بقى حتت كبيرة وحتت صغيرة. في ناس كتير بتاخد اول الحتت الصغيرة دي بتطعم بقى مثلا فستان، ممكن تحط على الكمام، تحط على الاسورة، تحط على الصدر. في حتت كبيرة وحتت صغيرة زي ما انتوا شايفين. الحتت الكبيرة كانت بتبيع المتر بتاعها بسبعين جنيه. كان في الاوفايد، اوفايد وابيض بس، لكن اللي هي الحتت الصغيرة كانت في منها الوانات، في منها حتت شيفون، وفي منها حتت قطيفة، كلها هاند ميد زي ما انتوا شايفين كده. الاشكال كلها ما شاء الله كانت جايبه تشكيله النهارده حلوه. والجبرات اللي كانت عندها اللي هي الورد الصغير ده، ممكن تطقمي تاخدي الورده الكبيره تحطها على الصدر مع ورده على تحط على السويره الاثنين. مش هتكملي كام؟ مش هتكملي 15 جنيه. طبعا زي ما انتوا شايفين السوق فاضيه اهوت، ما كانش في حد فارش غير هي وكم واحد بس زي ما انتوا شايفين كده. وده بكام يا عبد الله؟ عبد الله هو ده بكام يا المتر ده؟ المتر ده فتافيل السكر ده بستين جنيه. في منه النبيتي حلو اوي، النبيتي بتاعه شايفين شكل النبيتي بتاعه، وعلى فكره الخامه بتاعته تقيله. ممكن تعملي منه فستان، ده جميل اهو. شايفين بيقلب ازاي؟ لونه بيقلب، شكله حلو. شايفين الشكل بتاعه ما شاء الله. ده المتر بتاعه بستين جنيه. واللون الذهبي حلو قوي. الذهبي ده كمان اهي، ده فضي المتر بتاعه بستين جنيه. ده ستين جنيه حلو قوي. ده ستين جنيه. شايفين شكله ده ما شاء الله، الواناته كتير يعني. كان عندها عندها كذا لون، وفي منه الاسود كمان. شايفين الالوان بتاعته حلو قوي. يا ستي احنا حسبنا في 45 ده، عايزه ده جميل. ده المتر بتاعه بستين. لون السيلفر. شايفين الشكل بتاعه ما شاء الله جميل. حلو قوي ده. ده المتر بتاعه بستين جنيه. في من عندها كمية امطار. جميل قوي اللون ده، تحفة. بتعمل فساتين حلوة. القماش ده بخمسة وتلاتين جنيه. ده ساتان خفيف بخمسة وتلاتين جنيه. حلوة اوي دي. دي كمان بخمسة وتلاتين. حلوة، تعمل بلوزة حلوة فعلا. هي دي كام يا عبد الله؟ دي بتلاتين على بعضيها كده. دي جيبها هي نص كلوشة اهي زي البطانة، تلاتين جنيه على بعضيها دي. دي زيها اهي. تلاتين جنيه. شايفين شكلها؟ عندها حاجات حلوة اهو النهاردة. في منها الوانات، في منها اللبني، تفكيها وتعملها اي حاجة. شايفين الشكل بتاعها؟ وفي منها الرمادي. ده المتر بخمسة وتلاتين عشان ده تقيل شوية.
بكام الاستك ده؟ هتشتغل على البضاعه بالهدوم. بكام الاستك ده؟ بخمسه. بخمسه المتر بخمسه؟ ورفاع بكام؟ رفاع اللي هو البيج ده؟ البيج ده 3 ب10. 3 ب10؟ ايوه فستان ب250. الفساتين دي ايوه فستان ب250 جنيه. الفوط دي بكام؟ لا دي بكام؟ الصغيرة دي بكام؟ دي ب50. ودي بكام يا عبد الله؟ دي ب40. أي من عارف؟ ده ب40. شايفين شكلها دي؟ ده ب40 جنيه. كيس بكام؟ الكيلو ب100. ده الكيلو ب100. ده لزق ده يا عبد الله كله صح؟ لزق وفي خياطة. الكيلو ب100. الكيلو ب100، في منه اشكال كتير. دي زراير الكيلو ب100. دي كلها هيك الكيلو ب100. دي كلها لزق، حاجات كلها لزق اهي الكيلو ب100. شايفين دي اهي الكيلو ب200. كيلو ب100 ورا ابيض. ده كيلو ب100. خلي بالك حلو قوي ده كيلو ب100. كلها زراير الكيلو ب100. حلو قوي جميل. كيلو ب100. شوف انه جميع الالوان ده كلها حاجات دي بتتلزق. ده كمان كيلو ب100. الباسكت ده 3 ب100 جنيه زي ما انتم شايفين شكله كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.